صفيان على الجهة اليسرى، صفيان يمرر كرة داخل منطقة الجزاء، ما تزال قبائلية. الهدف الأول، تصويبة لا تصد ولا ترد، قوية جدا. إن ردها فرصة كانت هي الثانية للشبيبة، هنا بعد الهدف لاحظوا تصويبة وتمريرة صفيان كنينة، والتمهيد كان من زكريا أو من زكريا منصوري، نعم بهذا الشكل رائع. ما هذا؟ والتصويبة على الطائر، بن عمر منفذة من بلال، بلال بن عمر، هدف التعادل. قلت أن شبيبة الثورة تبحث عن هدف التعادل، أسامة بلطرش بالرأس يعدل النتيجة بشكل ممتاز، الوقت المناسب قبل دقيقة ونصف. لاحظوا أسامة، لاحظوا بلطرش كيف ارتقى بالرأس، هدف التعادل بشكل ممتاز بشكل جميل. استغل طول القامة أسامة بهذه الكيفية، استقبلها حقيقيتين بتصويبتين من جنينة أيضا من مواقي، والفرصة الثالثة جاءت من شبيبة الثورة. الآن أوهو، الهدف الثاني لشبيبة في الوقت الذي كانت شبيبة القبائل تتقدم من أجل هدف ثاني. انطلق المهاجم دوسن الياس، تجاوز ومرر لبن يحيى بالقدم اليسرى ببراعة. يا له من هدف، ويا لجمال هذا الهدف، ويا له من تحضير، ويا لها من فرصة حقيقية منحت شبيبة الثورة هدفا ثانيا. 2-1 شبيبة الثورة.